مثلا حبيت ان اشيد بالجهود الكبيره اللي بذلها طبعا وزير الماليه من بدايه الدور الاول كان متعاون تعاون كبير مع اللجنه، وانا اطلقت مع اللجنه الماليه مع ان احنا كنواب انا اطلقت عليه طبعا النائب رقم 41 لا هو مجامله بعد الرئيس. نعم هذا بارك الله فيه ويستاهل ذلك، بس حتى لا لا تتداخل الامور على اللجنه. انا طبعا حق من عمل يجب ان نحن نشكره، بس هذه لا اكثر ولا يستحق الشكر هو وجميع الفريق يعني اللي معه. فقط عفوا عفوا فقط حدد المقترح والراي الابعد الذي تفضلت به لكي يكون على بينه. انا ذكرت بان